السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ خبر مؤسف جدا جدا جدا، صدمة بالنسبة لي. ربنا يصبر اهلهم. وفاة اليوتيوبر ام زياد اخت حمدي وفاء، ده كان خبر مؤسف واحزننا كلنا. اقسم بالله العظيم حزنك النهارده يا ام زياد كاني اعرفك من سنين. احنا فعلا نعرفك وبنشوف فيديوهاتك وقمة الطيبة وقمة الاخلاق. ربنا يرحمك في الجنة ونعيمها، ويصبر أهلك ويلهم أهلك الصبر والسلوان، اللهم أمين يا رب. دعوة حلوة من كل جمهور حمدي ووفاء وكل جمهور أم زياد العظيمة بالرحمة والمغفرة. ربنا يرحمها ويغفر لها في الأيام المفترجة. ماتت في أحلى أيام. يا ريت الناس كلها تعرف وتتعظ إن الدنيا فانية فانية ما عليها، إن الناس بتسيب كل اللي وراها وتسيب عيالها وبيتها وكل حاجة وتنتقل لذمة الله. فيا رب ناخد موعظة من وفاة أم زياد. والسلام عليكم.